احنا امام المديريه الجهويه للصحه جهه مراكش. اسفي كنجي واحد المجموعه من الخطوات النضاليه اللي كتمثل في مسيره احتجاجيه من امام المعهد العالي لمنظمة تقنيات الصحه في اتجاه المديريه اللي احنا امامها الان، نتبعها بوقفه احتجاجيه قدام المديريه بالاضافه لواحد الاعتصام جزئي. هذه الخطوات النضاليه كيجيو في اطار استجابه للبيان الاخير ديال التنسيقيه الوطنيه للطلبه الخريجين والممرضين، وهذا الشيء في اطار واحد المجموعه من الخروقات اللي ما يمكنش نسكتوا عليها، وواحد المجموعه من المطالب من اهمها توفير مناصب كافيه للجميع الخريجين. ما يمكنش الطالب ثلاث سنين ديال تماره وديال الصهير وديال الفاق بكري وديال السطاج وديال الترونسبور في الاخر كياخذ الاجازه ديالو كيلقى راسو كيلقى الشوماج كيتسناه. عوض الوزاره ما تفتح مناصب ماليه كافيه للخريجين عاد ما كتزيد كتدخل الطلبه لداخل كتزيد في اعداد الطلبه الوافدين داخل المعاهد، وهذا اش الطلبه فين غيقراو؟ هذا بحد ذاته راه مطلب اخر. هادشي اللي كينتج عليه الاكتظاظ داخل المعاهد. الطلبه ما كيلقاوش فين يقراو، بعض المرات كيقراو بالتناوب، ما كاينش المعدات اللازمه باش الطلبه يمارسوا الاعمال التطبيقيه ديالهم كما كوميلفو. وهذا الشيء كيضرب جوده تكوين الطالب الممرض عرض الحائط. بالنسبه كاين مطلب ايضا ديال التعويض على التدريب الاستشفائي، هو مطلب مهم جدا. يمكن الطالب الممرض اليوم كيزد واحد الخصاص مهول سواء داخل المصالح الاستشفائيه ولا داخل المصالح الاستشفائيه ولا المراكز الصحيه، وكيلقى راسو امام واحد مجموعه من المخاطر بحاله بحال المهنيين الصحه الاخرين. مع ذلك ما كاين حتى شي تعويض. كان مطلب ديال رفض ادماج موظفي الجماعه داخل المعاهد، حيتاش ما يمكنش هذاك المعهد عنده حرمه ديالو، ما يمكنش يدخل ليه كل من هب ودب. بالاضافه الى انه ضرب عرض الحائط لتكافؤ الفرص. مع التبديل اللي كاين نامل خيرا ان شاء الله. دابا حيت التنسيقيه ماشي هي وليده البارح، التنسيقيه من 2007 وبرنامج وهي كتسطر برامج نضاليه، ولكن وزاره كتدخل وزاره كتخرج وزاره، ولا سيتياسيون هي اللي نفس السيتياسيون كتبقى. مع التبديل ان شاء الله نامل خيرا ونتمنوا يكونوا شي حلول اللي كيناسبوا الجميع. حنا اليوم هنا كندافعوا على الحقوق ديالنا، بخصوص اول حاجه الخصاصه، كنرفضوا الخصاصه بحكم اننا واخدين باك بميزه يعني ودوزنا من الانتقاء الاولي، دوزنا من الامتحان الكتابي والامتحان الشفوي، فكنرفضوا اننا ناخذوا نفس الصفه للخواص. ثاني حاجه اللي كاينه هو اننا كنرفضوا اصحاب الجماعات. علاش؟ حيت اولا المعهد ديالنا يعني ما كاينش واحد الطاقه استيعابيه لا فين غادي يتزاد عندنا شي واحد. حاجه اخرى هو انه ما يمكنش ان شي واحد اللي خدا باك في 1900 يجي انه يكون يعني نفس المسار ونفس البروفيل ديال شخص اللي يعني خدام وعنده باك جديد. حاجه اخرى هي التعويضات على السطاج. حنا كنسطاجيو يعني كنملؤوا تقريبا 80% ديال في المستشفيات يعني لي سوا سونسيبيزاسيون كلشي كنديروهم حنا، فيعني كنديروا هذا الشيء فابور وبغينا يكونوا تعويضات على هذا الشيء. حاجه اخرى هما انا بغينا نبقاو في الوظيفه العموميه، ما بغيناش نخرجوا منها. علاش؟ حتى هذا يعني حق اساسي.